صالح المختصة التابعه لمديرية الطاقة لولاية باتنا بفتح تحقيق للتأكد من احتمال اكتشاف بئر غازي ببلدية تاكسلانت. تفاصيل أكثر في ميكروفون سعيد حريقة. كي حفرنا النهار الاول جينا باش نتعبوا بالقصب هذاك، كي جاوا جماعه السودي وبدات النار هذه، بصح كي سقسينا جماعه نتاع الفراج قالوا لنا الفراجات كلها كذا عادي، احنا ما نعرفوش يعني الفراجات هذو ما فاتناش باش هو من بعد قلت درك كي بدينا نسربيو الماء هي في البسان، كانوا الولاد يشوفوا ثم في الماء كيفاش يدير هكذا، راحوا شعلوها بالبريكه لقاوها كيما هكذا، لقاوها تمشي للنار كيما هذي، على هذي درك سمحناها رحنا قلنا لهم بلغنا نتاع الطاقه هذو ونتاع سوبريفي ونتاع البلديه، المهم جاو شافوا درك ما على باليش انا كيفاش مكان مرغم اه ميتو في شعل غدا بريك شعل غاو شوف كاي العافيه فرتيو ومن بعد مي روح غري من تيو دير بين العفيف تلاف كثر زاي نبلغ نبلغ ينباث نبلغ ينطق المناجم يا ندين رقند ذايا رفضن العينات وراحن غير ما ودولي فيما يخص البئر ارتوازي الفراج تاع صاحب البئر وهو سمسار اسماعيل بقريه المراتيم بلديه تاكسلانت، بلغنا باللي الانبوب نتاع المياه كي يشعل البريكه تشعل النار، شك انه غاز ولا ما على باليش بترول ولا واش كاين، بلغنا بهذا الامر، احنا زدنا اتصلنا بالمصلحة المختصه الممثله في مديريه الطاقه والمناجم، جاء انجينيور من الطاقة والمناجم ثاني وزوج زوج داروا المعاينة الأولية هنايا، كي داروا المعاينة الأولية هضرنا معاهم عطاو شوية كلمات تحسيسية لصاحب البئر باش ما يديروش الماء في فضاء مغلق، يتريتيوه في أحواض مائية ويشربوا إلى غاية إعداد تقرير السلطات المختصة في العاصمة للكشف عن هذه.